شو اللي بدي بلش يا مالوكا بعد اقل من شهر؟ رمضان يا جماعه، ان شاء الله كل عام وانتم بالف الف الف خير. قريبا رح يبلش رمضان، تقريبا ظل عليه شي 20 يوم او اكثر شوي. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو انه رح نعمل طبخات رمضان بالذكاء الاصطناعي، رح نختار دولي والذكاء الاصطناعي هو يختار لنا شو هي اشهر اكله بهي الدوله ويعطينا الوصفه تبعها لنعمل. اول شيء وقبل ما نبلش، نحن اسفين على المناظر الاكل والشرب وهيك شغلات، لانه كله مصور اغلبيته قبل رمضان، عم جهز لكم اياه للحلقه. اكيد بيكونوا هنا عم يحضرونا هسه، هن وانتم فاطرين تماما رح ننزله، انه انتم بعد الفطور رح ننزله مشان تقعدوا بتتسلوا، بتحط كاسه الشاي وبتتفرج على الاسطوره كيف رح يجهز واحد من اشهر و نحن بدنا ننزل بالترتيب من اكثر جمهور بتابعنا، يعني الدوله اللي اكثر جمهور بتابعنا منها ونعملها. بس بما انه على طول عندنا دوله مصر والعراق والسعوديه بتنافس مين بيحضرنا اكثر شيء بالقناه، والمعركه على طول قائمه وكبيره خصيصا بين السعوديه والعراق. بس اليوم يعني دوله خاصه، نحن رح نعمل اكل لفلسطين. ان شاء الله يا رب ما يخلص رمضان ليكون خلصت الحروب من كل الدول العربيه. قلبنا معكم ان شاء الله يا رب الايام اللي جايه تكون احسن من اللي والله يرحم كل الشهداء ربي يبارك الجميع. كل فيديو بس نعمل الطبخه من هي الدوله راح نحط تقييم ونقاط لكل دوله، كلياتنا بنقيم الاكل كيف كان، واخر رمضان نكون حاطين مثل دوله ترتيب ونشوف مين هي الدوله اللي راح تربح. كل واحد عم يتابعنا يكتب لنا الاكله المشهوره عنده لنشوف ان احنا الذكاء الاصطناعي كان قد التحدي ولا كان غباء اصطناعي. طبعا هلا راح نحط على الذكاء الاصطناعي ونكتب له اعطيني وصفه اشهر اكله فلسطيني. وصفة المسخن هي واحدة من الأكلات الفلسطينية والله الشهيرة. والله بسمع عنها كثير بس ولا مرة ذايقتها بصراحة. اوه عطانا المكونات وكل شيء ممتاز. طبعا. طريقة التحضير. مكونات هني، دجاج، مي، قشر ليمون، بصل، جزر، فلفل، هيل، قرفة، ورقة، لومي، وسمن. وطبعا زيت زيتون. طبعا هاي الاكله يا جماعه نحن بنعرف نعملها لحالنا، فما بدنا يعني مش رح نشوفها من حدا، رح نسويها على طريقتنا ونشوف كيف رح تطلع. هذا الدجاج بعد ما نقعته وصفيته، كنت نقعته بشويه خل وملح، هلا صفيته ورح نقطعه وننظفه منيح من الشغلات الزايده. يعني رح استخدم عني الفخاذ والجوانح لانه نحن هذول القطع اللي بنحبهم بالدجاج. انتم فيكم تستخدموا اي شيء بدكم اياه، يعني هني كاتبين فيكم تستخدموا اي قطعه بالدجاج بتحبوها. زيحوا اجا المعلم ابو الزول. بالوصفه مكتوب انه ثلاث دجاجات كثير يعني احنا ثلاث افراد، يعني معقول اعمل تايمر؟ معقول اعمل لكل فرد دجاجي؟ اكيد لا، ثلاث فخاذ بكفي وشويه جوانب. طبعا هيك لازم يكون قوام الدجاجه، كنت اعمل رياضه. اروح الجلدي، مش عم بروحها يا عمري، عم شيل بس يا جماعه عندي اطيب شيء بالفروش كله هو الجلدي، هي المشويه، المسلوقه، المطبوخه، كل العالم ما بتحبها ما بعرف ليش. مش ما بتحبها بس ما بياكلوها لانها مش صحيه، ونحن كل الاكل ما صحي. نحن كله طبعا. طبعا مثل ما حكينا هي مكونات الدجاج، جهزته ام اللول هون. اول شيء حطيت السمنه بالطنجره لانه تذوب، بعدين رح نحط الدجاج. طبعا مين رح يحط لنا دجاج بالطنجره؟ ابو الزول. طبعاً حطيت مي هون عم بغليها بالبريق مشان نحط دغري على الدجاج. مي مغلية بعد ما قلبوا شوي يتحمروا الدجاجات. يلا صار فيك تحطهم بس شوي شوي ولا تدلميها من بعيد. ايوه برافو، يلا حط كله. يليك يا سبحان الله، طالع الشيف عمر على اللابتوب بصدفه. نحن عم نطبخ و على فكره انا ما كنا بنطبخ نفس الطبخه صدفه. لا ما بتوقع لانه كنت بحضر الصبح فهيك يعني. جماعه والله ما بعرف يعني الذكاء الاصطناعي فوتني 100 حت، يعني بشرفكم اللي عم يتابعنا من فلسطين او حدا غير فلسطين وبيعرف الاكله هي. فيها بندوره، فيها بطاطا، الذكاء الاصطناعي بده يعني يحط لها بندوره وبطاطا، حسيت في شيء مش منطقي يعني. ايه معك. يلا بسرعة قبل ما يصير يدخل. شوفوا كيف تذبلوا البصلات، صار فينا نحط عليهم سماق وملح. هاي السماق، هاي الملح، ومنحرك. طبعا هي لو انه حاطين بصل احمر كان طلع منظرها اجمل، بس للاسف انه عندنا بس بصل ابيض. بنطلع على الدجاج. والله الدجاج استوى، صار فينا نصفه بالهي. هلا شو راح تعملي؟ راح احط الدجاج هون، لته بهي وحطه على صفيه على الصينيه. دقيقه بس، كل قطعه من الدجاج بنحطها هون، بنلتها بالصلصه. شو الاختراع؟ بعدين بنحطها هون مشان نحمرهم بالفرن.
انتو متخيلين يعني النكهة تبع هيك انه حامض على حلو زيت على بصل على والله رح يطلع حسيتها شي فخامة. اسا شوف كيف الخبز بتنعمل هون الجمال شي فخام فخامة هون والله شي بشه بين بشه. هلق رح نحط الدجاج بالفرن يتحمر ونلت الخبز. بدك تشغلي فرن على 180 طبعا شغلت لازم نحطه على الى اللقاء. رح نحطه هون مشان يسعى الخبز تحت. انتو تخيلين استنى حطيته معي عادي انتو فيكم تروحوا ما تستنوا. هلق الجزء الاهم لازم نلت الخبز بمرق دجاج والصوص هذا تبع المزيج. هذا اهم جزء يا جماعة واصعب جزء. رح اتحروق كثير. بدك تغطي الخبز بالطنجرة؟ تماما رح غطي الخبز بالهي. اول شيء بتغطى هيك بتسقسقها بمرق دجاج بعدين بتحطها بالزيت جاي وبعدين بتفرشها هيك. والله عم يغلو. اوعى تحرقي ايديكي هيك يعني. ليك شكلهم شو حلو. ليك الشكل طبعا اهم شيء تكونوا لابسين كفوف يا جماعه وكفوف شوي تكون سميكي لانه بدون كفوف رح كثير تتحرق. ليه رايحي رايحي شوي. هلا بنحط فوقهم طبقه بصل. شوف 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 على المنظر شو بدها الدجاج. هي انا باكلهم هيك على فكره. هي ما بدها اكثر من 5 ارغفه بس لانه الارغفه عندنا كثير صغار صح الجمع هيك ارغفه. هي كيف تتاكل ملعقه ولا لا؟ هي اسا بتشوف كيف طريقه اكلها بعد حياه ثانيه. وهي اسا مثل ما هي رح نحطها بالفرن ولازم تصير محمصه هيك قصين يعني شوي ولا؟ لا مو قصين لا بس انه تتحمص. لازم ننتبه لها احسن ما نحرق الخبز خلينا نضل هيك منتشج. ما بدها اكثر من ربع ساعه بتخيل ربع ساعه كمان يعني تكون تمام. شوفوا على المنظر شوفوا على المنظر لكم احلى دجاج كيف طالع. تعرفوا هاللعبة بلاي ستيشن تبعيت يلعبوا الميك العالة عندهم بس عينتي نيكي تبع تن 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 ويعملوا عربة يعملوا عربة هيكي والاكس والاكس هو ينط. يا جماعة بيعرف شو اسم هاللعبة بتحداكم تعرفوا تبعيت بس ليه. اخيرا يا جماعة متنا من الجوع لو بتشوفوا الريحة اللي نحنا شامينا الخبز كيف ما بدنا اياه كثير محمص عشان يكون هيك منحنا. طبعا رجعوا اكتبوا لنا الفلسطينيين اللي عم بتابعونا اكتبوا لنا اذا فعلا عملناها صح ولا لا. اكتبوا لنا شو الغلط لانه حاسه رح اعتمدها للاكل يعني. اكتبوا لنا اذا هيك صح اللي عم نعمله ولا يا جماعه والله جربوا طبخوا انتم مشغلين الكاميرا عن جد يتلبك الواحد حس في حدا عم يراقبك. الله شوفوا يا جماعه شوفوا واو. ماما على اساس انا بدي اكل. جاهزين يا جماعه لندوق هاي الاكله اول مره بحياتنا رح ندوق. رمضان كريم للكل يا جماعه. ان شاء الله بتجربوها انتم كمان وبتكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبتكم او لا. يلا بسم الله شوفوا كيف بتحطوا الدجاج هيك على الخبزه بتوها بالزيت بتنخوا شي ساعه. انت والله انت ماما على فكره مات من الجوع. ما كان اني كورونا. شو طيب يا مارك؟ يلا نشوف بيو لمارك ادعم لك اياها. واو شكلها يا اخي شكلها مو طبيعي مثل كانه معلم شاورما عم يعطيك هيك لقمة من الصيخ. شاورما اللحم شكلها ما بعرف بس تلمسيش لقمة ها؟ طيبة؟ استنى ليعلك يا ماما ما في دقوا الحليمات الذوقيين في راع اقسم بالله شيء بشهي. يا جماعه النكهه غريبه هيك كثير طيبه بس تخيل تاكلها انت بفلسطين لما اهلها وناس يعملوها للاكل. خبزي لحاله حلم ما ليك المنظر ليك. واو والله شيء على العالم. الله يعطيني العافيه وضل اطبخ لكم وجرب لكم شغلات جديده بس تنبلع اللقمة. مارك مارك قديش تعطي تقييم للاكل 1 من 10؟ من 1 لـ10 قصده قديش عجبتك؟ ميمي يعني 10. عن جد كثير شكرا اللي اخترع على الاكل كثير طيبه عن جد لازم تجربوها. اعطيها يعني 8.5. طب متحيره بين 8.5 و9 لانه في كثير اكلات لقدام ما بدنا نظلم البقايا فانه 8.5. انا بعطي هالاكله 8 لانه بعد اساسا انا عم بعطيها نحن طبخنا نحن يمكن لو ذوقها لو ذوقها بفلسطين شي بمطعم واحد عم بيسويها عرفان يسويها طبعا. يعني هو بيسويها كل عمره او حدا بحنا. بالبيت اذا قريب علينا عادي كان نروح ناكل عنده اعزموه لانتم نحن ما يعني. وهي كانت
اول فيديو لرمضان يا جماعه، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون عجبكم الاستديو المتواضع تبعنا، الطباخه المتواضعه لولو، والولد المتواضع كثير كثير ميمي اللي ساعدنا بكل شيء وانجز معنا الطبخه، وكثير كثير كان يعني في عمل فرق بالفيديو، يعني بدل ما نخلص الفيديو بساعه خلصناه باربع ساعات حتى ما تدني. ولهون بكون خلص الفيديو، لا تنسوا لايك وسبسكرايب، بنحبكم كثير، باي.